مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج السلام الكويت عبر شاشة قناة الكويت الفضائية من الظواهر الغريبة والظواهر اللي انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العنف الشبابي وغياب لغة الحوار سواء في الشارع في الأماكن العامة أو حتى في المدارس في المجمعات كثير من الأماكن اليوم تشتكي من هذا العنف اللي قاعد يتزايد من فترة إلى فترة شنو أسبابه هل هذا العنف مكتسب عند هؤلاء الشباب والمراهقين أو أنه شيء ذاتي بداخلهم موجود معاهم ويطلع في أحيان معينة كثير من الأسئلة راح نسألها في هذه الفقرة مع الدكتور الاستشاري النفسي والأسري الأستاذ الدكتور علي السلطان مساك الله بالخير يعطيك العافية وعساك على القوة مساك الله بالنور اخوي احمد ويشرفني التواجد مره ثانيه في هذا البرنامج. قبل ان نبدأ الحوار معك دكتور عندنا تقرير نشوفه ونرجع ان شاء الله معك. خلينا نشوف التقرير. عندما نسمع كلمة العنف أول مرة يخطر ببالنا قوة الجسد واستعمال عضلاته ضد الغير متناسين بأن التعدي بالألفاظ البذيئة والكلمات النابية على الآخرين يعد شكلاً من أشكال العنف أيضاً وهو ما يطلق عليه العنف اللفظي بحسب المختصين والذي يمس كرامة الإنسان ويعرضه للتحقير والإهانة وقصص العنف كثيرة ومتنوعة كحوادث القتل بأنواعها وجرائم الاختطاف والعنف بالمدارس وعنف الشباب ضد أقرانهم أو حتى مع أفراد من عائلاتهم يصنف الخبراء العنف على أنه سلوك يتم من خلاله استخدام القوة البدنية أو استخدام الألفاظ أو التصرفات غير اللائقة وبشكل يقع من خلاله أذى بدني أو نفسي أو معنوي للآخرين وهو سلوك ناتج عن عملية خلل في التنشئة الاجتماعية للفرد ويمثل مشكلة صحية عمومية عالمية ويعتبر أحد وسائل التعبير عن النزاعات العليا وتؤكد البحوث العلمية ووسائل الإعلام المختلفة بأن ظاهرة العنف تزداد حدة يوما بعد يوم وقد باتت تشكل خطورة على الأمن والإستقرار والنمو سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع وفي الكويت أصبح العنف ظاهرة لها مسبباتها الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية ويحذر بعض المختصين بأن اعتبارها سلوكا شخصيا من أفراد يعد تجاهلا متعمدا لها إذ أن الظاهرة لم تكبر من فراغ بل جاءت من سلوكيات خطيرة تفشت في مجتمعنا ابتداء من الرشوة والامتناع عن دفع ثمن الخدمات مرورا إلى التعدي الشخصي وانتهاء بالقتل وارتكاب الجرائم ضد الأبرياء وهي سلوكيات غريبة ومستهجنة عن عاداتنا وتقاليدنا انتشرت بيننا وكأنها جزء من ممارسات اعتدناها فما هو المطلوب يا ترى؟ هل نكتفي بتخبئه رؤوسنا في الرمال كالنعامه ام نواجه ونسعى الى حل هذه الظاهره من جذورها وبمشاركه الجميع هذا سؤال يبقى في عهده المسؤولين دكتور علي يمكن اول سؤال نساله ومن اهم الاسئله هل هذا العنف اللي يتواجد عند الانسان بدات لما نتكلم عن الشاب او المراهق هو شيء مكتسب يكتسبه من محيطه مجتمعه اسرته ولا شيء بذاته موجود في داخله ممكن مثل ما قلنا يطلع في وقت معين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البدايه احب اقدم لكم الشكر في التواجد في هذا البرنامج أه بشكل عام ظاهرة العنف لا تختص فقط للمجتمعات العربية أو المجتمعات الأجنبية على وجه الخصوص، لكن هناك يعني سمة ونظرة عامة لطبيعة الحياة الشبابية وخصوصا أنها من السمات طبيعة الحياة الشبابية اللي هي الانفعالية الزائدة والعنف المتواجد. لا. نفسيا من جانب النفسي هناك مجموعة آراء وهناك مجموعة مدارس تحدثت بأن هل العنف هو شيء مكتسب ام هو شيء فطري بمعنى هل هو الانسان يولد وهو يوجد لديه نزعه العدوانيه ونزعه العنف ام هو يتعلمها من خلال البيئه كثير من المدارس والنظريات تحدثت في هذا الجانب يمكن اشهر المدارس اللي هي المدرسه التحليليه ومدرسه سيغموند فرويد اللي هي تحدثت بان الانسان يولد بنزعه عدوانيه وهذه النزعه العدوانيه متى ما تواجدت في البيئة هذه البيئة هي التي تظهر هذا العدوان بأشكالها المختلفة متى ما الأسباب يعني تقصد متى ما تواجدت <applause> الأسباب الاتجاه الثاني اللي هو ممكن يكون أن البيئة هي التي من هي هي من تصنع هذه الشخصية <applause> سواء كانت الشخصية الهادية أو الشخصية العدوانية <applause> ولذلك تبعاً للمراحل الحياة اللي الإنسان يعيش فيها منذ مرحلة الطفولة آه النظر الى مجموعه من المشاكل الاسريه والتربويه، هذه كلها عوامل ممكن تساعد الى آه نشوء شخصيه عدوانيه وبالتالي الشخصيه العدوانيه هذه ممكن آه تؤذي المجتمع او تؤذي النفس. بس بس ما هو من الظلم دكتور علي ان نقول ان هذه الشغله داخليه ذاتيه موجوده مزروعه في داخل هذا الانسان وكان نعطي مبرر للمجرم وللشخص الطاغي وللشخص اللي ممكن يقتل ويؤذي الناس بان هذا الشيء موجود اصلا داخله وما له ذنب فيه يعني ولذلك هذا كلام صحيح لذلك التوجه صار في الموضوع ان الشخصيه هي من تصنع يعني في الوقت الحالي الشخصيه هي من تصنع السلوك بحيث ان شنو هو التاريخ الزمني تبع الشخص شنو هو التاريخ الاسري اللي ممكن الشخص هو يعيش فيه هل الشخص عاش في بيئه امنه في بيئة فيها حب فيها احترام فيها ود فيها تسامح فيها مجموعة من القيم الإنسانية على ما, على ما يعني نذكر فيها نعم. آه لكن هذا أو أنه ممكن عايش في بيئة فيها اضطهاد فيها مجموعة من القوانين الحازمة القوانين الشديده فيها ضرب فيها قسوه هذه كلها تسقلها الشخصيه هذه ولذلك ممكن بان هذا الشخص ينقل هذه الخبرات الى بيئه جديده وهو مثلا البيئه الزوجيه بعد ما يتزوج الا ان مرحله الشباب يعني بشكل عام تظهر فيها هذه الاعراض ليش لان مرحله الشباب يكون فيها نوع من اثبات الذات واثبات الاشخاص اي يعني. نعم اظهار الناس بان انا هنا موجود بعد ما كان يعني في مرحله الطفوله ياتي في هذه المرحله في مرحله المراهقه وكذلك مرحله الشباب اللي هي تسبق مرحله النضج شوي هي مرحله تكون مرحله وايد سماتها واضحه واحيانا تستخدم فيها العنف حتى وممكن على الذات تكون فيها. يعني نقول الراي الارجح بان هذه الاشياء مكتسبه للانسان وليس مثل ما قلت في المدرسه التحليليه انها شيء داخله مزروع. هذا آه هذا الراي الغالب. يعني هذا الراي الغالب طبعا في هذا الجانب، لذلك آه يعني عاده كثير يعني من الدراسات النفسيه تذكر بان الجانب الانسان يولد يولد بفطره طبيعيه سليمة وبسيطه جدا وبيئه سليمه نعم البيئه هي من تشكل الشخصيه وهي من تشكل الطريقه وهي من تشكل ال الاسلوب المتبع في الحياه ولذلك كل ما تواجدت في البيئه الاحترام والتسامح والتقدير فاعتقد راح يكون آه يعني الشخصيه اكثر ثبات آه انفعاليا يكون فيها نعم دكتور اذا نروح لمجتمعنا آه وازدياد آه ظاهرة العنف بين الشباب والمشاكل اللي قاعد تصير من وقت إلى وقت يعني صارت في ازدياد مثل ما قلنا في الأماكن العامة يعني بالذات مدارس مجمعات تجارية حدائق منتزهات حتى في دوامات هذا هذا العنف اللي قاعد يتزايد شنو أسبابه بداية اليوم اللي نقدر نقول إن إن هذه أهم الأسباب اللي أدت إلى زيادة ظاهرة العنف في المجتمع عندنا. طبعا في البداية هذه الظاهرة طبعا هي موجودة في كل المجتمعات تحدثنا فيها بشكل مفصل إلا أن نعم. ظهور الظاهرة هذه بشكل أنه ممكن تسبب مأساة وتسبب قتل وتسبب يعني كثير من المشاجرات بل إصابات نعم. في أحد التقارير في منظمة الصحة النفسية تحدث منظمة الصحة النفسية بأن هذا التقرير كان في 2013 2013 نسان. آه هذا التقرير يؤكد أن في السنة الواحدة هناك 200 ألف جريمة تقع في مرحلة الشباب في عمر الشباب في العالم أم. في العالم 200 ألف جريمة ومن 200 ألف جريمة هذه آه من مجموعة الأشياء اللي هي ممكن تصير اللي هي آه تقريبا آه قتل ومشاجرات وإضافة إلى كل عشرين شخص ممكن أنهم يدخلون في مشاجرة شخص واحد يقتل ها. هذه كانت مجموعه من الاحصائيات الحلوه كانت منظمه الصحه العالميه اللي هي تهتم في مرحله الشباب وكيف يتم التعامل فيه. رقم فيها. غير بسيط. رقم غير بسيط. آه كذلك هناك يعني اشكال وك وامور كثيره. ما نراه في المجتمع آه حقيقه هو شيء يعني يحزن ان الواحد يكون عنده، طبعا هي لاسباب كثيره، قد تكون هي اسباب اسريه وقد تكون اسباب اجتماعيه. وقد تكون كذلك اسباب نفسيه انفعاليه نعم واذا لاحظنا اعداد الاشخاص اللي صارت بينهم مشاجرات او صار بين جرائم قتل الاعداد هذه في الاعمار العمريه ما تتجاوز من 18 الى 26 او 27 سنه نعم أغلبها في 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 هال في هالرنج هذا نعم اذا هذا الرنج يعني يعطي مؤشر أن في هالمرحلة هذه عملية الانضباط السلوكي جدا سلبي بسبب الانضباط السلوكي السابق اللي هو كان موجود في مرحلة سابقة yeah. في مرحلة المراهقة دائما الأشخاص اللي ممكن نشوفهم يقومون بعملية القتل أو السلب أو أشكال مختلفة أو أي أذى إحنا ممكن نسميه بعد شوي راح أجيب التعريف العلمي في في العنف هذا لذلك هم يعني أشخاص عانوا في الواقع في حياتهم وكانت معاناتهم شديده والمعاناه الاجتماعيه الاسريه داخل المنزل هي اكثر اشكال المعاناه بروزا على شخصيه الانسان ولذلك هنا تعتبر من الاشياء المهمه ان الاهل يعني يحاولون يمسكون يعني يكون عندهم اندماج وتعايش ومشاركه مع هذا الشاب او مع الفتاه وكذلك الفتاه ممكن تكون عندها يعني في كل في كل هال الاماكن والاتجاهات اللي نتكلم عنها اليوم اللي ممكن تكون سبب في ظهور العنف داخل احد الشباب او المراهقين نقول ان المسؤوليه الكبرى تقع على المنزل وعلى الاسره. هي المقام الاول في التنشئه الاجتماعيه في التنشئه الاجتماعيه المقام الاول ولكن لا ننسى في هناك مجالات كثيره. يعني اذا اخذنا مصطلح اذا اخذنا مصطلح في تعريف العنف ممكن نعم. انا اعرفه بشيء وانت تعرفه بشيء ثاني. نعم. العنف من جانب نفسي يعني هو أي أذى يتسبب إلى الآخرين. سواء هذا الأذى كان جسدي، سواء أو لفظي, لفظي، سواء بالأفعال، سواء بالقول، سواء الأشياء القسرية، الإكراه والإجبار، هذه كلها إحنا نسميها عنف. لكن الأشكال والأنواع في العنف يختلف فيها. وهو في بعض الأمور التي تكون فيها أشكال العنف الجسدي. يعني في بعضها تكون اشكال العنف النفسي وبعضها عنف اجتماعي ولذلك كل جهه تكون فيها يعني بعض الاشياء اللي هي نقدر نتكلم فيها بان والله نحدد ان هذه احد اشكال العنف اللي ممكن تكون في حياه الانسان دكتور علي ليش الشاب اليوم ينظر الى انه من خلال العنف ممكن انه يرسم شخصيته ممكن انه يرد اعتباره ممكن انه يقول هذا انا موجود يعني ليش ما يكون مثلا من خلال الانجاز من خلال الطيبه من خلال الاخلاق من خلال الاشياء اللي ممكن تكون زينه ايش معنى انه يعني يتجه الى العنف لاثبات شخصيته ونفسه هم سببين انا اعتقد من جانب نفسي سببين السبب الاول السلطه خصوصا المرحله يعني بعض مثلا في الجانب الاعلامي علشان تكسب نجم تشهره صحيح لان هي قوه الشهره هي قوه وهي سلطه أه وكذلك الشخص هذا يحتاج هالسلطة وهالقوة هذه دائما التوجيهات تكون لأولياء الأمور بإعطاء فرصة بسيطة للقيادة البيت بالنسبة للمراهق والمراهقة <applause> لازم يكون لهم دور إذا حس المراهق أنه ما له دور في البيت يروح في الخارج مع الأصدقاء مع أه الربع على قولتهم هني أهم يعطونه مجال فيصير قائد فالحين لما يصير قائد هالولد هذا او الشاب او هالفتاه لما تصير قائده برا خارج المنزل <applause> يصير في عندها نوع من الطغيان والجبروت عندها بحيث انه في الخارج يتم تقديري ولكن داخل البيت ما يتم تقديري في هالموضوع هذا <applause> يستخدم العنف داخل البيت في هالموضوع فلذلك الاجواء اللي هي الموجوده بالنسبه للشباب هي اجواء متوتره <تكلم> كون ان في مرحله الشباب ومرحله المراهقه لا زال هناك مجموعه من الاشياء في توتر في انفعال زايد مم. في شيء اسمه التجريب هذا يجرب وهذا يبي يعني يقوم بدور معين أه ويقوم بتصرفات معينه وان كانت خطا احنا نشوفها لو هاي هاي خطا يعني. طبعا هي قد تكون خطا ولكن هو يجرب يعني في هالموضوع مم. هذا ولذلك هالتجريب هذا والاستفاده من كل موقف في هالمرحله هذه الجانب الاول انا قلت الجانب السلطه والقوه الجانب الثاني ردا على سؤالك الكريم هو ان الشغف وحب التغيير حب التغيير هناك اضطراب في علم النفس يسمونه اضطراب المزاج وكثير ما شبابنا والبنات يعانون من هالاضطراب هذا في سبب تغيير الحاله المزاجيه ما بين السعاده والفرح والكدر والقلق والاكتئاب الفرح الزايد عن اللزوم زين والهبوط المود اقل من اللزوم يكون عنده هذا تغيير طبيعي يصير في هالمرحله هذه فلذلك هذا التغيير قد يسبب حاله مزاجيه والحاله المزاجيه قد تسبب سلوك وتصرف خاطئ وهذه من الاشياء اللي هو نسميها من الاضطرابات النفسيه اللي هو ممكن يعيش فيها الشباب في هالمرحله هذه ان شاء الله يتعدل مزاج الشباب والبنات على طول ما يصعد الرنج فوق ولا ينزل تحت يكون أكي. وسط ومعتدل دكتور عندنا فاصل ومن بعدنا نتواصل ان شاء الله معك. فاصل مشاهدينا وراجعين خليكم معنا دكتور علي يقولون ان من اهم اسباب العنف او من اكثر الاسباب اللي تؤدي الى العنف هو الفراغ في حياه الانسان بحيث انه ما يكون عنده شغل، ما يكون عنده مسؤوليه، ما يكون عنده شيء مهم بحياته فلما يكون هذا الفراغ موجود ممكن انه يولد عنده افكار سلطويه، افكار عنيفه تؤدي الى اعتداء على سواء في البيت او حتى خارج البيت. هل الفراغ فعلا يؤدي شيء؟ أه بلا شك موضوع الفراق أه هو يسبب يعني مجموعه من الاعراض وقد تكون احد الاعراض اللي هي الاعراض العدوانيه. م -م. يعني خلينا نكون واقعين يعني في حياتنا نحس ان أه الفراق احيانا يعني يقتل الشخص ويقتل طموحاته خصوصا يعني مرات يكون نعمه الفراغ يعني. يكون نعمه <applause> هو في حاله الاستجمام والراحه يعني نا. ممكن تكون لكن سبحان الله في الجانب النفسي يصير شيئين في الفراغ يا يعني انه يصير ممكن أه تصادم مع الاخرين م -م لان في صراع شخصي وفي صراع داخلي ما بين اهداف وما بين طموح طموح وما بين امور كثيره قد تتحول هذه الى عدم تحقيقها في الواقع وبالتالي يحدث الصراع هنا سواء كان مع اشخاص او مع الذات م -م وتوصل الى مراحل الانتحار. الجانب الاول جانب الفراغ والبطاله. الجانب الثاني اللي هو آآ آآ الأكل, الاكل يزيد الاكل الاكل شيء يؤدي الى بعد؟ يؤدي يعني زياده الاكل لا احنا آه نتكلم مثلا عن الفراغ اه الفراغ نقول إيه؟ نقول نتكلم عن الفراغ نقول مم. الى زياده مثلا في ال في في ال في الشهوه الغذائيه و أنا قلت اللي او انا اللي يكثر اكل بعد يروح يطق الناس <applause> لا 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 طبعا احنا ما نتكلم يعني عن السمنه في هالموضوع مم. هذا لكن الجانب كان في جانبين ان الفراغ يؤدي يا انه الى صراع داخلي نفسي مم. او يؤدي الى كثره الاكل او قله في الاكل هذا يكون موجود نتكلم عن البند الاول اللي هو يهمنا اللي هو الفراغ والبطاله اكثر شيء يكون هل فعلا يعني علماء النفس اكدوا بان هل تم التاكيد على ان الفراغ يلعب جزء في طريقه وشخصيه الحياه؟ انا اعتقد صحيح من جانب واحد اللي هو, اللي الجانب كل ما كانت الحياه اكثر تنظيم وترتيب في اسلوبك من بدايه اليوم الى نهايه اليوم راح تحس انك انت انسان منجز وان حققت هذا الانجاز فهو يق يعني يرضي الدوافع ويرضي تقدير الذات عندك. لكن تخيل انت تروح دوامك وانت مو مرتاح، او تخيل انت تبي تحصل على دوام معين ومنت قادر لاسباب كثيره ممكن تكون موجوده. فبالتالي يعيش الفراغ، الفراغ يولد تفكير سلبي. الفراغ يولد سلوكيات سلبيه. الفراق يولد مشاعر سلبيه والتعبير عن مشاعر سلبيه ولذلك هذا الفراق خصوصاً في المرحلة اللي هي مرحله مشحونه كثيرة خصوصا مرحله الشباب مشحونه كثير كثيرا في طريقه واسلوب التعامل مع الاحداث ولذلك الإفراط وايد وارد في التفاعل الشباب مع الاحداث اللي هي تصير علشان كذي نقول دائما خلي يكون هناك وسطيه واعتدال في التعبير عن المشاعر أو في تنظيم أوقاتكم اليومية يمكن أصعب جزء من الفراغ دكتور علي الفراغ العاطفي لما يحس هذا المراهق أو هذا الشاب بأن هناك فجوة كبيرة بينه وبين مثلا أبوه وأمه وأخوانه وهلا هذه يمكن تسبب له هذا الطريق اللي نتكلم عنه وهو طريق العنف والاتجاه إلى السلوكيات الخاطئة هل اليوم المطلوب من الوالدين احتواء ابنائهم اكثر سواء حتى البنات يعني احنا لما نقول الابناء هم البنات والاولاد لان العنف ممكن يكون من الطرفين هل اليوم مطلوب من الاباء الاقتراب اكثر سماع ابنائهم اكثر اعطائهم فرص ان يكونون شخصياتهم ويكون لهم راي على الاقل ولو بشيء بسيط ويكون جانب الحب والود موجود بشكل اكبر بلا شك هذا الشيء لازم يكون موجود ذكرت مقولة حلوة لأحد المهتمين في شأن التربية لعالم أجنبي يقول بأن الوالدين الوالدين مو الأم ولا الأب والوالدين الاثنين يحتاجون في اليوم إلى عشرين حضنة لأطفالهم 20؟ 20 وتم تدريجها أن خمس مرة بالأسبوع <applause> خمس حضنات في, في الأسبوع خمس حضنات يعني في الأسبوع أو في اليوم عفوا خمس حضنات في اليوم يحس الولد بالشعور بالأمن والحب عشر حضنات باليوم يؤدي إلى الابتعاد عن العنف <applause> خمسة عشر يؤدي إلى شيء معين إلى أن توصل إلى عشرين عشرين هذه أذكرها يولد طفل إبداعي مبدع طفل مبدع يفتح كل شيء عنده طبعا طفل مبدع لأن فيه ثقة بالنفس جدا عالية عنده ويعتقد أن في ظهر يعني قوي معه اللي هو الأم والأبو مع بعض ولذلك احنا لما نتكلم عن الفراق جزء من الفراق العاطفي اللي هو اعتقد انت تقصد فيه فقدان الحب والحنان نعم. فقدان الحب والحنان هذا شيء وايد مهم ليش احنا يعني نقول حق اولياء الامور هو يعني الاجواء في في العالم صارت بهذا الشكل لان اولادنا ما صاروا يعني ملك لنا كثر ما هم اكثر اوقاتهم ملك للربات المنزل وربات البيوت نعم. اه فبالتالي التعليم الكلام، الحب والحنان وهالامور هذه على هالطالع فقرتنا الجايه عن هالموضوع فكل <applause> فكل الامور هذه يعني فقدان الحب والحنان راح تكون بهالشيء هذا وان شاء الله تكملون على يعني متخصصين في هالموضوع هذا، الا ان الفراغ العاطفي اللي احنا نقصد فيه اه اعتقاد خاطئ لا زال هو موجود في مرحله الشباب والمراهقه خصوصا واكبر يعتقدون اولياء الامور ان ما دام ما دخل مرحله ال 14 او 15 او 16 بين الذكور والاناث فلا داعي للحب والحنان اللي هون نعطيه بالعكس يقسي عليه عشان يربيه يقول فعلا وهذا عشان هو اللي ما, ما يروح يمين ولا يسار ولذلك تتولد مشاعر الغيره تتولد مشاعر التمرد تتولد مشاعر الحسد كل الأمور هذه تصير في هالمرحله هذه يقول خلاص هذا كبر ما يحتاج حب وحنان واحتواء وعطف لا بالعكس هني جدا مهم إحنا ممكن نقدم الحب والحنان ولكن بصورة أخرى أه ما يكون في اعتمادية ولكن في نوع من الوقار وحب لتحملك المسؤولية لذلك هذا شيء مهم جدا على أولياء أمور أن يقومون باحتواء وإعطاء الحب والحنان لكسب او لكسب ابنائهم بصوره اكثر جاذبيه في حياتهم. عاد الوالد والوالده رابحين بالاخر يعني انت منها مطلع ولدك وبنتك بالشكل الصحيح بالتربيه السليمه ومنها انت ماخذ ما اجر ومنها انت تحبهم وهم عيالك ومنها هم يحبونك يعني وين ما رحت انت ماخذ ما شيء زين. اكيد فما ادري ليش الناس تبخل دكتور. المشكله استاذ احمد ان وايد اولياء امور يفهمون هذه المعنى لكن ما يطبقونه. ما يطبقونه. <applause> يعني التطبيق صعب ولذلك صحيح. بعدين يعني يسألون ليش الولد بهذا التمرد مم. ليش الولد مع ربعه عادي يضحك ويستانس ويروح وأخلاقه حلوة بس البيت يكشر ويها اختلف و و <applause> الإحتواء نحن يعني لما نتكلم عن الاحتواء بهذا الشيء، في يوم من الايام الأب اخذ الولد وطلع معه يتكلم عن مشاكله وهمومه وحياته، ترى هذا ما عنده خبره فهو يحتاج الى كثير من المتابعه وبالنتيجه انت قاعد تطفي نيران العدوانيه عنده. نعم قاعد تنزل نيران العدوانيه وتعطيه ثقه بالنفس وهو شيء جدا مهم في حياته. العنف دكتور علي يقتصر على المراهقين والشباب بالعمر الصغير يعني من عمر 13 14 الى 23 24 ولا هم بعد في نسب كبيره لاعمار اكثر من هالعمر في احد تقارير منظمه الصحه العالميه اللي هو تحدثت عن موضوع العنف من الذكور والاناث حددت تقريبا اعمار المشاكل اللي هي تصير المشاكل السلوكيه وبعضها المشاكل الجرائم اللي هي تصير حددتها حددتها ان هي من العشر سنوات الى ال 24 سنه ايش معنى في هالمرحله هذه ايش في هالمرحلة هذه كون أن التغيرات الجسمية والنفسية اللي تصير في المراهق طبعا تصير للإناث قبل اللي هي مرحلة التسعة والعشر سنوات تبدي من هالمرحلة نقول حتى البنات يصير عندهم عدوانية ترى مو بس الشباب حتى البنات يصير عندهم الوقت أكثر بعد. طبعا يصير فيها عدوانية آه العدوانية حتى في الألفاظ حتى في الكلام مو شرط يعني الرجل عادة يستخدم قوته وسلطته في جسده أكثر لكن المرأة لا تكبت ولكن بالقول او بالكلام او ب... باي شيء اخر ممكن انها تستخدم هالشيء هذا. فمنظمه الصحه العالميه لما تحدد من عشر الى 24 سنه نشوف بان الاشخاص على سبيل المثال يتخرجون من اي كليه ومن اي جامعه في عمر 24 سنه. <applause> تقريبا بدايه سن النضج والرشد احنا نسميه يعني. <applause> مثلا في بعض الاسر تزوج عيالها في هالعمر هذا، خلاص بدا تخرج احتك في الناس. شاف الحياة الموجودة شاف مجموعة من الأشياء صار عنده خبرات كذلك خبرات العاطفية ممكن أنه هو مر فيها خبرات حياتية مش مشكلات فهني شخص قابل لبداية حياة جديدة صحيح. ولذلك من الطبيعي أنه تنخفض عملية العدوانية عنده ومن الطبيعي العدوانية هذه تنخفض ما لم تكن هناك اضطرابات نفسية وأمراض نفسية اللي هي مرتبطه فيها الموضوع هذا اعتقد هني راح تخف ولذلك اكثر الجرائم اللي هي تصير سواء كانت الاحداث او الكبار بالنسبه للمراهقين والمشاكل هذه دائما فيها العمر هذا يكون في في ربط يعتبر يعني في نوع من المنطق شوي دكتور علي الا اذا كان عندك راي انت فيه بان من بدايه ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والاجهزه الذكيه من ست سبع سنوات تقريبا الى اليوم في هذه السنوات زادت معدلات العنف بشكل كبير جدا وصاروا يربطون بين هذه الوسائل وهذه الظواهر الخاصة بالعنف هل فعلا وسائل التواصل الفيديوهات البرامج اللي موجودة اليوم منتشرة في يد الجميع حتى بعشر سنوات تسع سنوات ثمان سنوات موجودة عنده ساهمت في هذا الجانب بلا شك ان هذا ان الاعلام يلعب دور وان كان جزء من الاعلام اللي هي الوسائل التكنولوجيه الحديثه. اليوم صارت جزء كبير. جزء كبير بل احنا الانسان اصلا ما يقدر يعني يستغني عنها في تواصله مع الاخرين، يعني كان موضوع جميل جدا اللي هو هل التواصل عبر الهاتف او عبر المسجات قام يغنينا عن التواصل مثلا مع الاشخاص فيس تو فيس على قولتهم يعني كان يكون اكيد دور الاعلام يلعب دور خطر جدا. وخصوصا ان الانسان دائما يبحث او ينظر الى الـ الـ القصص او الفيديوهات الغريبه اللي هي يميل الانسان حق الشيء هذا يعني انا أنا لك فيديو عنيفه اللي قاعد تنتشر بشكل كبير طبعا صح. وتجمل على فكره يعني الـ المهتمين حق هالشيء وايد يعطون اثاره حق الموضوع هذا بحيث انك انت تهتم حق هالموضوع هذا وخصوصا في هالمرحله العمريه في اهتمام في اهتمام لما هو جديد وللاسف الجديد هو بهذا الشكل ولذلك ممكن ان يعني يصير في تعلم سلوكيات وافكار واعتقادات كثيره من هالاشياء هذه <تصفح> اغلب ان يعني دخلت الى بعض المحلات اللي هي تتم في اشرطه البلاي ستيشن وهالمواضيع هذه م. في السابق يعني اذكر انا على جيلنا اغلب الالعاب الاجهزه الالكترونيه كانت رياضيه او فكريه صحيح لكن الآن أغلب الألعاب الرياضية اللي هي عنيفة وأغلب الألعاب الرياضية فيها جزء من العنف وشلون أنت توصل في مراحل معينة بل وأصبحت حتى في تلفوناتنا كلها, نشوف كلها يعني. دم بعد كلها دم كلها وكلها دم. هدر وكلها فصارت سمة العنف صار سمة بوجود في العالم كله نعم. فإحنا شلون نتعامل مع أولياء أمور كأولياء أمور شلون نتعامل مع أطفالنا هل نمنعه احنا نقول صعب انك تمنعه في ظل وجود الكل المحيط اللي حواليه عندهم لذلك المنع هذا مستحيل شو تسوي يا عيل؟ هذا المنع مستحيل يكون هناك تقنين و يعني مجموعه من الارشادات ما في مانع اذا الطفل او البنت او الولد لما بيلعب مثلا لعبه معينه من باب الفضول انك انت تشارك هاللعبه انك انت تبي تتعرف على اللعبه أه. وانت كذلك قاعد تراقب في نفس الوقت في وجوده وفي حضوره أه. فانت قاعد تراقب هالشيء هذا فهذا احد الاشياء احد الاشياء الثانيه اللي هو التوجيهات والارشادات اللي ممكن نقدمها لهؤلاء هؤلاء الشباب بان النماذج كثيره موجوده نعم. بسبب نظره الولد راح 15 سنه او مؤبد سجن صحيح بسبب قتل شخص يعني معين هذه نماذج سيئه احنا يعني تبين لنا مدى يعني خطوره الاجهزه هذه على حياتنا الشخصيه وعلى حياه شبابنا نعم دكتور علي امانه الحوار معك ممتع وشيق جدا ويفتح افاق كثيره يعني آه ما تمل منها امانه من هذه المعلومات الجميله اللي قاعد تقدمها اليوم لنا ولمشاهدينا اشكرك جدا في نهايه هذه الحلقه في نهايه هذه الفقره واذا كان في كلمه اخيره حاب تقولها. طبعا اشكرك استاذ احمد على هذا البرنامج الممتع صراحه واحب اقدم يعني كلمه وتوجيهيه واخويه الى اولياء الامور في طريقه التعامل مع الشباب اللي عندهم فكره العنف وعندهم العدوانيه، حاولوا انكم تستخدمون ثلاث اشياء، اول شيء انكم تتقربون الى الابناء وتعرفون مشاكلهم وهمومهم وتعرفون حياتهم شنو هم يعيشونها. كثير من الجليد ممكن يذوب مجرد السؤال او مجرد السؤال بطريقه حب وود وليس بطريقه انتقاد بان صحيح. انت خطا وانا صح. الشيء الثاني اعتقد دور الاعلام دور مهم جدا في نشر هذه الثقافه وهذه الثقافه لازم ان هي تكون موجوده ولله الحمد دورات كثيره والاعلام كثير يوم اللي يتكلم او موضوع مثل هذه المواضيع الجميله خل الابو او الام يعني يقعدون هالقعده هذه مع بعض تكون موجوده مع الشباب والبنات ويشوفون هالبرامج هذه كنوع من الارشاد والتوجيه. لا. النقطة الثالثة اللي هي اعطاء دور ومسؤولية للشباب. اكثر يعني السلوكيات العدوانيه اللي هي ممكن تكون بسبب عدم وجود مسؤوليه في حياه هذا الشخص. تهميش يعني تهميش هذا شيء جدا سيء. علموهم انهم هم ياخذون المبادره في الحياه، علموهم على التسامح، على التقاضي، على التجاوز، هذه امور وقيم انسانيه الدين الاسلامي امر فيها وكذلك الجانب الاخلاقي جدا مهم في تعاملهم مع الاخرين. اجمل ما ختمت فيه دكتور علي اشكرك جدا مره ثانيه على امل ان شاء الله نلتقي معك في فقرات في قادمه من سلامه الكويت اشكرك ده. جدا مشاهدينا انتهت الفقره الاولى عندنا الفقره الثانيه ولكن بعد الفاصل خليكم معنا